وجوه وزارة عافمات وقبل قطبر الدكتور عبد ياسين حاج السلبان أيام ما تمر نكون بقنا حفيز كيسة كور بحي حالة عافمات هات إن قبل كمرة يوصلوا كلنا فافهي هذا كذا بيحصل وزارة عافمات كو وإحنا دلنا بسكم من أصلا ما هذا قبل كو خلك أنا ريسو سؤال عبد الله رحمتي فشرت أي دعوة بلد هاي وهي ده وزارة عافمات تطبق خلينا حليدا تطبق كلنا ما بعيد أو أنت عبد الله بكم يا عبد الله رحمة الله عليه وأنا اللي واجي بالورج اللي بريجوا هرم كا عفوا كذا إحنا استوي دي أنا برشدا عفوا كذا ده هذا سلاك هون لكن أنا سب جود هذا وش هنا أنا حارب عفوا هذا هرم كا ولو سمعت كم شفت بقول كا إنك بالعربي ويا هم تي هذا ولا ده تقدر يدار مدار يو سرار يبو هون ليش بعدين بقى هو هم وحرب عفوا كا أنت بريجوا هرم كم شفتي أنت على سمين دولة رسول ولي بقى يعني سرعة أو صوت كتر سنة شتى حدا ولي ده كله عفوا كتر سنة شتى أنا براسي وده ليه ما شتى بده أنا براسي لهين بقى وده ولا ده هاي أنا ما ولا ده هاي بقى ده ولا ده هاي تروح سو ولا ده بريدي ولا ده هاي شو ثا مهلا بدو ليه ما قال ده غار بتشوفه بقول بدل ما ده هذا هنا وش أنا لكن سنتين من كاره فوق فوق أنت يعني مهلا بقى براسي بتشوفه يعني عفوا ده وأنا أحسن بقى فرن وأحسن ترى ليه هذا لو كان كوش هذا يلو كلا بدن بقى dul badan 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 oo baahi ka jirto aan wax ka furin loo jeeda aan timin kara jiro wareega oo nafaqada daba gala oo fara badan iyaguna degmada inta oo dhiro kala saddex liin baa ku wareega inta gobolka dal mara la yidhaahdo buuho hoose saddex baa ku wareega inta gobolka buuho hoose la yidhaahdo aynaba saddex baa ku wareega halkan aan joogno burco degmada burco aan هل تبي بقى شغالة لكن لو كان هذا الغدريا يقول ناس تحمل الغدريا مرها تيم كاسنا ويك والبا ويبحان سبت كسر ويبحان خمس تيسون وغان تقولوا إنك ود كوي هلا بدن بقول هذا ودمنتي وحوي سدوا وسارة عفنات قبل كتوك در دكتور عبد ياسين حاج سلمان فرين عف ما ودري قدهام بدلونا خد قن قبل كتوك در لا حول الله تقول هذا الكلام لا كده ناس لا يدين كده نفرس يعني كل غنو إن حرمها عفنات كنا ضد كل حليلة meel ka furan ama public haadana private haadana in ka dhigay badan oo caafimaad baa soo kordhiyay intaas oo gobolka ku aan ka furan oo tunti aad bay soo kor u soo raaysa adeega caafimaad ee bulshada waa hayaa inta sanadihii u dambeeyay ee kuwa dawliga iyo kuwa private ba aad bay kor u kacay aad si xad dhaaf ah marka dadku inay aad Maxamed Xuseen Ismaaciil Somsa TV Bro